على كل حال النائب محمد أبو كلوب، والله اسمه كده، أنا مكتوب اسمه قدامي كده، والله مكتوب اسمه قدامي كده، محمد أبو كلوب عمل حتة مؤتمر الله ينور بصراحة، حاجة يعني، وجايب فراشة ومكلف كل ده حاجة، واللي قاله محمد أبو كلوب حاجة تانية خالص. نسمع أبو كلوب بيقول ايه كده بقى. أنا عايز أختصر، خدوا بالكم، أنا سبب تأخيري كنت عامل مسيرة في البلد للرئيس للتعديلات الدستورية، وأنا كنت عيان مش كنت جاد راجل، فواحد اداني حتة أفيونة صغيرة كده صحصحة راسي شوية، رغم اللي أنا مش هي فيه، أخوي أحمد أبو غريب بنحييه المشرف العام على بنحييه تحية كبيرة. قال ايه بقى هو؟ معلش، قال خدت حته افيون، كنت تعبان، اخويا اداني حته افيونه عشان اقدر اجي. ده عيني عينك كده يا ابو كلوب، حته ايه؟ افيون. ده عيني عينك كده ابو كلوب، انت ما وراكش غير الفضايح، مره افيون ومره تقول للسيسي بعد اذنك يا ريس رايح الحمام، فاكر؟ اسمع كده ابو كلوب وفضايحه، اسمع. ان احنا اللي موجودين. اتفضل 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 اتفضل. في الظروف الصعبه اللي احنا في الظروف الصعبه اللي ابو كلوب فيها، يعني الحقيقه ابو كلوب، بس شفت بس علي، وريني الفراشه علي، وريني الفراشه والكراسي المتكلفه، بس بالراحه، بس امشي بالراحه علي، شايف الفراشه؟ حاجه مش حزين اهي، حاجه فريحي، لون ابيض، وبص الكراسي كمان تنجيد، السجاجيد على الارض، شايف؟ شايف؟ شايف الحاجات؟ تكلفه مكلف. ليه بقى ابو كلوب مكلف؟ اسال نفسك يا ولا، ليه ابو كلوب مكلف؟ هقول لك انا بقى، بعد التعديلات الدستوريه يا حاج اللي هيحصل كالتالي، بعد ما يتم التعديلات الدستوريه هيبقى في تفوير للبرلمان، ده هو البرلمان حوالي 600 واحد تقريبا، فلما هيتفور البرلمان ثلاث ارباع اللي موجودين دلوقتي دول بره، دول كانوا مرحله وعدت، وهتيجي اشكال تانيه جديده، فواضح ان ابو كلوب قال لك ايه، نعربن على الجماعه بتوع امن الدوله ونعمل حته عزا ما حصلش للاسمه ايه ده، هو للتعديلات الدستوريه، لعل وعسى بقى ايه يظبطوني في البرلمان الجديد. عرفت ليه ابو كلوب بيكلف؟ لكن ابو كلوب ضرب حته الافيونه وعمل حاجه على مزاجك يعني.